ملك، انت بتتكلمي مع خالتك ده ليه؟ هتبقى انت وابوكي عليه؟ قولي لها هشيمي من هو صغير وهو مطلع عليه عقدته من رضوان جدك ومن ماهر اخوه. سامعه؟ خليك معايا، انا بقى متاكده من كل الموظفين محدش فيهم مسك الموبايل ولا حد بعت له حاجه. يبقى شوفي تليفونك انت يا اخي، شكله راكب تليفونك اصلا. اوعي اوعي. اسم الله عليك يا اختي. عفارم جدع انك رقم الواد دوت وجبت الصوره، والحمد لله ان الحاوي خيفي من نفسه. بقول لك يا اختي، ما تيجي لو انت روح للصياد دوت عشان نخلص من عبد الله وشويه ونخلص من الشيمي وتروق انا وانتي ونحقق حلم ابوك الله يرحمه. انا وانتي ملوك الساخة. ابوك ما كانش بيحلم، ابوك كان عايش في وهم. الله يرحمه مات مفلس ومديون. سكتك غير سكتي يا عنتر. احنا اخوات يا شمس. اخوات يا حبيب شمس في شهادة الميلاد بس، انما انا بقى لو رصيت اللي استندلوا معايا في حياتي هحطك انت اول الصف. اي حاجة بيني وبينك لها حل، بس ده وقته ان احنا نقف كتف بكتف. عارفة ان انت مزنوق في فلوس بتوع الضرايب اللي زائقهم عليك عبدالله، وعارفة كمان ان هو اللي مبلغ على المحاسب بتاعك واتقبض عليه، يعني هيسلمك ليهم ملط. عبدالله ده له رؤى. طيب طالما انت عارفة الليلة من اولها كده، ما تسلف اخوي الخمسة مليون عشان اسدد ديوني. لان هبعت لك احسن المحاسب بتاعي، هخليه يهزهم لك لتلاتة اربعة مليون. وبعدين بقول لك ايه، ما تبيع ارض وادي النطرون دي هتجيب لك بالميت 15 مليون، او على الاقل تسدد الضرايب اللي عليك وتنزل تشتغل من اول وجديد في السوق، بدل ما انت داير تشحت كده. تناسي ان انا عارفه اقولك من اخرك ولا ايه؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بس سلفيني يا اختي القرشين واسدهم لك. ارض ايه بس اللي ابيعها دلوقتي؟ انا مخليها اخر كارت اتسند عليه. عايز انا ابيع الارض عشان تبقى في ايدي فلوس ينط النمر ويلهفهم، واقف انا بقى زي الاهبل قلطم على صداغي. بقول لك يا عنتر، خلينا اخوات بس وطلع الفلوس برانا. ما طول عمري اللي بيني وبينك يا بنت والدي الفلوس. هنيالك يا نمر، هتنفرد بينا واحد واحد وتمصمصنا. بالاذن. اذنك معاك. غير سلام. فوره. جهزي الخنجر اللي قلت لك عليه. انا مبقاش في حد في حياتي خالص عشان الجا له. العشر سنين اللي اتجوزت فيهم عنتر قطعني عن كل الناس حتى اهلي، لدرجه ان لما جيت ادور على حد علشان يساعدني ما لقيتش خالص.